launch in motion in two dimension. بذكركم ببارت 1 لهذا الموضوع اخذنا اللي هو موضوع البروجكتايل وقسمناه لحركة افقية وعمودية. حكينا الحركة الافقية بيكون التسارع صفر، فبالتالي ما بحتاج الا اللي هو المسافة تساوي السرعة ضرب الزمن، القانون اللي اخذناه ايام الثانوية. وبالنسبة للحركة العمودية، طالما التسارع اللي هو الجاذبية الارضية ثابت، هون بطبق قوانين الحركة، حيكونوا نفس القوانين الاربعة بس بستبدل الـ A بمين؟ ماينس G. ممتاز. والجسر ما بين الحركة الافقية والعمودية دائما هو الزمن. واخذنا بعض المصطلحات اللي هي الماكسيمم هايت، الرينج، ولما الماكسيمم فيلوسيتي لما يخبط بالارض، وحكينا فيهم المره الماضيه. الان بدنا نكمل على تشابتر 4، بدنا نروح نتطرق. طيب ماشي، احنا كل اللي اخذناه قبل شوي انه يكون ايش، انه يكون معادلات فيها التسارع ثابت. لنتخيل، تعالوا نتخيل يا جماعة انه لا، كان عندي التسارع متغير. شو يعني متغير؟ يعني معادلة للأكسلريشن. مثلا الأكسلريشن عبارة عن t squared plus 1 or 2t minus 1 or whatever، اي معادلة، المهم بدلالة الزمن. وقتها بلجأ للدريفاتيف والانتجريشن، حكينا فيها بتشابتر 2، برجع بحكي فيها الان. position له مصطلحات، ممكن r، ممكن s، ممكن x، وممكن y. هلا الـ position لما ينتقل للـ velocity، انتو بتحكوا على ايش؟ على derivative. اي اشي مع السهم الاخضر اللي هو ايش؟ derivative. هلا من الـ velocity للـ acceleration برضو نفس الشيء، ايش؟ derivative. فهون derivative وهون derivative. اذا برجع رجوع يا جماعة، من الـ acceleration الى الـ velocity integration، ومن الـ velocity للـ position integration. فمع السهم البني برجع رجوع، انا من الاكسلريشن للفيلوسيتي للبوزيشن هيك انتجريشن، ومع السهم الاخضر ايش؟ ديريفاتيف. سهل جدا. الان خلينا نحكي برضو ايش اللي هو اليونيفورم سيركولر موشن. احنا بنعرف انه في حركه، الحركه مش شرط تكون باتجاه مستقيم، ممكن تكون الحركه دائريه او بشكل منحني. اذا كانت دائريه، هون حنلجأ انه لازم نعرف مصطلحات جديده. اول اشي بدكم تعرفوا انه اي جسم، انتم تخيلوا النقطة هاي هي المركز. أعطيكم مثال عملي اللي هو الشمس. هلأ الشمس، أنتوا بتعرفوا أنه الأرض تدور حول إيش؟ الشمس. إحنا يعني العلم حد الآن أو لفترة معينة كان يحكي أنه بتدور بشكل إيش؟ كروي، بشكل دائرة. تمام. طبعا هلأ في نظريات جديدة أنه الشكل بيضوي، لكن خلينا على هذاك الفرض. طالما السنتر اللي هو الشمس بيبعد عن الأرض راديوس معين، فهذا بدي أسميه أنا نصف القطر، وهو الراديوس. تمام. فهي أول مصطلح بنعرفه، الراديوس نصف القطر. الآن الأرض لها سرعة معينة، وهي السرعة مالها ثابتة. إذا السرعة ثابتة، الـ V constant. لو ما كانت سرعة الأرض ثابتة يا جماعة، كان اللي بيصير انه نصف قطر دورانها حول الشمس حيتغير. تمام. فعشان هيك ايش؟ حتلاقوها انه بعدت بعدين عن الشمس، بعدت 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 اذا زادت سرعتها، فحتبعد تبعد لدرجة انه خلص حتبطل مرتبطة بالارض. اذا يجب انه الجسم وهو بدور يضل عامل نصف قطر ثابت، انه تكون ايش؟ سرعته مالها ثابتة يا جماعة. تمام. فإذا الـ V constant، هلا لأنه الـ V constant، كلمة constant معناها ثابتة. تمام. في علاقة نقدر نطلع من خلالها إيش؟ التسارع اللي هو الجذب نحو المركز، اللي هو يسموه شو اسمه، التسارع المركزي، الـ centripetal acceleration. هلا كلمة centripetal معناها مركزي، و acceleration معناها إيش؟ تسارع. فال AC، C اختصار للcentripetal أول حرف، AC اللي هو centripetal acceleration، التسارع المركزي، يعني قديش أنا بتسارع باتجاه المركز. تمام. هذه تساوي السرعة تربيع تقسيم إيش؟ الراديوس. تمام. وطالما السرعة ثابتة والراديوس ثابتة، فحيكون إيش؟ إذا كان الراديوس ثابت، يعني أنا عم بدور حول الأرض بتدور حول الشمس، ونصف القطر ثابت، وبنفس الوقت سرعة الأرض ثابتة، فإذا حيطلع تسارع الجذب المركزي هذا إيش؟ ثابت، وهذا مقداره. تمام. طيب طالما إحنا لسه بنحكي على الدائرة، خلينا نعرف بعض المصطلحات. بعرف شيء بسموه البيريود. شو يعني كلمة بيريود؟ بيريود معناها إيش؟ معناها فترة. تمام. كلمة period بالعربي مباشرة معناها فترة. تمام.
طب فترة إيش؟ هنا عرفوا الperiod بالإنجليزي على إنها إيش؟ على إنها المسافة. طبعا الperiod اللي هو قديش أنا الزمن اللي بقطع فيه الدائرة كاملة، تمام؟ فإحنا بنعرف عادة إنه الزمن شو بيساوي المسافة على السرعة، عشان هيك أنا كاتب هون تي شو بتساوي الديستنس تقسيم إيش الفيلوسيتي. طيب ماشي، طالما الزمن بيساوي المسافة على السرعة، كم المسافة اللي بقطعها الجسم ليلف لفة كاملة؟ ليلف لفة كاملة إحنا بنعرف اللي هو محيط الدائرة. بتعرفوا شو محيط الدائرة يا جماعة؟ اللي هو 2 باي في نصف القطر، هذا قانون، هذا كنا نسميه زمان السيركمفرنس اللي هو محيط الدائرة. محيط الدائرة كان إيش؟ بالإنجليزي بسموه السيركمفرنس، مش زي، مش متأكد من السبلينج، لكن إيش اللي هو محيط الدائرة 2 باي آر. ف 2 باي آر إذا الديستنس اللي هي قطعتها مسافة الدائرة، إذا قطعت 2 باي آر، طبعا لما أحكي 2 باي آر ممكن أنت تكون قطعت أكثر من إيش من دورة، تمام؟ لكن 2 باي آر اللي هو محيط الدائرة، ممتاز. احنا هلا البيريود بنحكي على الدائرة الواحدة، محيط الدائرة تقسيم السرعة، انا هون بطلع ايش البيريود، ممتاز. طب هل في تعريفات اخرى؟ اي نعم، هاخذ ايش اول شيء بسموه الفريكوانسي. الفريكوانسي احنا دائما بناخذه اللي هو وحدته بالهيرتز، اللي هو عبارة عن عدد كلمة ريفولوشن معناها ايش، او سايكل، كلمة ريفولوشن او سايكل معناها ايش دورة. فعدد دورات، اذا هنا دورة او دورات، تمام؟ فالريفولوشن معناها دورة، كم دورة بلف انا بالثانية الواحدة، هذه تعتبر الفريكوانسي. اذا انت مثلا ماسك حجر بحبل ولفيت هذا الحجر خلال ثاني لفتين، فتعتبر كم الفريكوانسي؟ 2 هرتز. شو يعني 2 هرتز؟ يعني لفيت لفتين بالثانية الواحدة. طيب البيريود اللي هي نفس اللي حكيناها هون بالنسبة للفريكوانسي هي مقلوب الفريكوانسي. طب شو معنى مقلوب الفريكوانسي؟ طالما انا هون حكيت الفريكوانسي هي number of revolution per one second، يعني عدد اللفات او الدورات خلال الثانية الواحدة، اذا هون عدد الثواني، تمام، او كم ثانية بحتاج لألف لفة واحدة. اذا الزمن بيكون البيريود بيكون المقلوب، اذا كم ثانية بحتاج لألف لفة واحدة، هذه هي البيريود. طب مش نفس التعريف؟ صح، وانا استخدمناه بدلالة المسافة على السرعة، تمام، لكنه نفس المفهوم. المفهوم تبع البيريود انه هو الزمن اللي بحتاجه لألف دورة كاملة، فهون حكينا هو عدد الثواني اللي تحتاجه، يعني كم ثانية بتحتاج لتلف ايش per one revolution، لتلف لفة واحدة، ممتاز، اللي هو واحد على الفريكونسي. طيب هل ممكن اربط هذا الموضوع بالزاوية؟ اي نعم، اذا تربطه بالزاويه منروح على شيء بسموه انجلر سبيد. شو الانجلر سبيد يا جماعه؟ اللي هو السرعه الزاويه، يعني قديش سرعه قطع زوايا. الان السرعه الزاويه ما انا بحكي قديش قطعت مسافه يعني هون بالامتار، لا، قديش قطعت زاويه وانا بلف، هذه هي السرعه الزاويه، بسموها الانجلر سبيد، وهي ايش؟ اوميجا. هلا اوميجا بدكم تعرفوا انها ايش، 2 باي في الفريكوانسي. ليش 2 باي؟ 2 باي انتم بتعرفوا انه 2 باي هي 360 درجة، يعني كأني دورة كاملة. فإذا أنا أخذت الدورة بالزوايا يعني بالزاوية 2 باي وضربتها بالفريكونسي اللي هي كم عدد اللفات، فإذا أنا بضرب الزاوية المقطوعة باللفة الواحدة بعدد اللفات بالنسبة لثانية واحدة، هذا بيعطيني الأنجلر سبيد. فالأنجلر سبيد كأنك بتحكي قديش قطعت زاوية، تمام، بايش؟ بوحدة الزمن، اللي هو ايش حيكون؟ 2 باي اللي هي 360 درجة تقسيم ايش الزمن، تمام. هذول القوانين كلهم كويس انكم تحفظوهم. الان انا بدي اربط بالنسبة